بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم بصدد إلقاء محاضرة حول دراسة الجدوى المالية للمؤسسات الناشئة. هذه المؤسسات التي توليها الحكومة الجزائرية الحالية اهتمام كبير وتعول عليها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية. فنلاحظ أنه تزايد بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة اهتمام الدول والحكومات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بموضوع المؤسسات الناشئة، وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بعملية التنمية بمختلف مجالاتها. وقد تمثل الاهتمام في دعم الدول والحكومات للمؤسسات الناشئة عن طريق إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لها وإنشاء المؤسسات والهيئات المتخصصة في تمويل ودعم هذه المشروعات. فالشركات الناشئة يمكن أن نشير إليها على أنه تعامل المستثمرين مع ستارت أب على أنها نسخ مصغرة من الشركات الكبرى. هذا التعامل سبب مشاكل كبيرة في الفهم والتعامل مع هذه الشركات، لأن هناك فروق فكرية وتنظيمية كبيرة بين الشركة الناشئة والشركات الصغيرة والكبيرة، مما يستوجب وجود استراتيجية تمويل مختلفة، كما أن الأداء في هذه الشركات لا يمكن قياسه بنفس المؤشرات. مميزات الشركات الناشئة: أولا، هي شركات حديثة العهد، فهي شركات شابة يافعة وأمامها خياران، إما التطور والتحول إلى شركات ناجحة أو إغلاق أبوابها والخسارة. شركات أمامها فرصة للنمو التدريجي والمتزايد، فهي شركات لديها إمكانية النمو السريع وتوليد إيراد أسرع بكثير من التكاليف التي تتطلبها للعمل. شركات تتعلق بالتكنولوجيا وتعتمد بشكل رئيسي عليها، يعتمد مؤسسو الشركات الناشئة ستارت اب على التكنولوجيا للنمو والتقدم والعثور على التمويل من خلال المنصات على الإنترنت ومن خلال الفوز بمساعدة ودعم من قبل حاضنات الأعمال. هي شركات تتطلب تكاليف منخفضة، فهي شركة تتطلب تكاليف صغيرة جدا بالمقارنة مع الأرباح التي تحصل عليها، وعادة ما تأتي هذه الأرباح بشكل سريع وفجائي بعض الشيء. فيما يخص خصائص تمويل المؤسسات الناشئة، نجد أولا ندرة رأس المال، وهي الظاهرة السائدة في معظم الدول النامية، وذلك أن أغلب الحالات التي تنشط فيها المؤسسات الناشئة تتميز بكثافة عنصر العمل واستخدام أدوات إنتاج بسيطة. الاحتياج الدائم للتمويل، نجد في بعض الاقتصاديات بالرغم من وجود قوانين وإجراءات تحث على كيفية تمويل المؤسسات، إلا أن هذه الأخيرة تجد صعوبة في التمويل من طرف مؤسسات التمويل. افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المؤسسة الناشئة، ويمثل عنصر الثقة بين مؤسسة التمويل والعميل محصلة لعدة مؤشرات، أهمها الجدارة الائتمانية للعميل، والتي تتحدد من خلال القوائم المالية وحجم السيولة ومدى اعتماد المشروع على القروض والمقدرة الإنتاجية للمشروع. عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمؤسسة الناشئة، تتصف المؤسسة الناشئة عادة بانخفاض حجم أصولها الرأسمالية، وتمثل هذه الأصول عادة الضمانات التي تعتمد عليها مؤسسات التمويل عند منح الائتمان. افتقار المؤسسة الناشئة للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية، حيث أن عامل الخبرة والدراية هو أحد العناصر المميزة للمؤسسات الكبيرة والتي تسهل التعامل مع البنوك. عدم ملائمة القروض التي تطلبها المؤسسات الناشئة مع العمليات البنكية، حيث أنها تطلب في الغالب قروض طويلة ومتوسطة الأجل لأغراض إنشاء هذه المؤسسات، بينما نجد البنوك تفضل منح القروض قصيرة الأجل. تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على المؤسسة المصغرة. عادة ما تلجأ مؤسسات التمويل في ظل غياب عنصر الثقة في المؤسسة الناشئة إلى متابعة التنفيذ وإلى التدخل بالمشورة المالية والفنية في بعض الأحيان، وعادة لا يتقبل صاحب المؤسسة الناشئة هذا التدخل، ويميل إلى تولي كافة عمليات المشروع بالكامل. ويعتبر هذا من الأسباب التي تجعل العديد من المؤسسات الناشئة تعزف عن التعامل مع مؤسسات التمويل في الدول النامية. المصادر أما عن مصادر التقليدية والحديثة في مجال تمويل المؤسسات الناشئة،
فنجد المصدر الأول وهو التمويل من وجهة نظر تمويل التنمية الاقتصادية، والتي تنقسم بدورها إلى مصدرين. المصدر الأول هو مصادر التمويل المحلية، حيث يتم تمويل قطاع المؤسسات الناشئة والمصغرة والصغيرة والمتوسطة من المدخرات الوطنية الاختيارية، سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات. وأمام عدم كفاية الادخار العام والخاص لمواجهة التمويل المطلوب، فإن هناك وسائل محلية أخرى، منها الجباية والقروض العامة والإصدار النقدي الجديد. أما بالنسبة لمصادر التمويل الخارجية، فتتمثل عادة في الموارد الأجنبية، إما في شكل استثمار أجنبي مباشر من أشخاص أو هيئات ومؤسسات، أو في صورة إعانات مالية وهيئات وهبات وتسهيلات، أو على شكل قروض طويلة الأجل من حكومات أو هيئات دولية. أما عن تمويل المؤسسات من وجهة نظر تمويل المؤسسة الاقتصادية، فنقصد بها تشكيل خصوم المؤسسة سواء ارتبطت بالدين أو الملكية، أي جميع موارد الميزانية التي تستخدمها المؤسسة بهدف تمويل دورة الاستثمار أو دورة الاستغلال. حيث أحيانا يأخذ تمويل المؤسسة الناشئة شكل يا إما يكون دعم مقدم من طرف الحكومة، أو تقديم حوافز ومزايا مثل إعانات نقدية على شكل مبالغ لتغطية جزء من تكاليف الاستثمار تقدمها الحكومة أو الهيئة، كذلك أو الهيئة الوصية القائمة على قطاع المؤسسات، أو على شكل إعانات عينية كتقديم أراضي دون مقابل أو بأسعار تشجيعية، أيضا تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات، وقروض قصيرة الأجل لتمويل الاستغلال الجاري بدون فوائد أو بفوائد مدعمة من قبل هيئات مكلفة بذلك، ومنح إعفاءات جبائية وشبه جبائية وجمركية. أما بالنسبة لمصادر تمويل المؤسسات الناشئة من وجهة نظر صيغ التمويل الإسلامي، فالمصارف الإسلامية تلعب دورا فاعلا وإيجابيا في تمويل هذه المشاريع، التزاما بمبادئها التي تتمثل في تحريض الفرد المسلم وحثه على العمل، بما يترتب عليه تحريره وتخليصه من السلبية والتكاسل والتبعية لأصحاب رؤوس الأموال المستغلة، وذلك عن طريق الأساليب والأدوات التي يستخدمها والتي تتلائم مع طبيعة المشروعات الصغيرة، ومن أهمها صيغة المشاركة المتناقصة أي المتناهية بالتمليك، وصيغة التأجير التمويلي، صيغة القرض الحسن إلى غير ذلك. هذه الصيغ وغيرها التي تنمي في الفرد المسلم روح الاستقلالية وثقة بالنفس، والتي تعد من أساسيات نجاح المشروع، سواء كان متمثلا في مشاريع أصحاب المهن أو مشاريع الحرفيين أو غيرها. الطرق المستحدثة لتمويل المؤسسات الناشئة، نجد مكتب الائتمان. هو مع انتشار واتساع الائتمان وارتفاع مخاطره، احتاجت البنوك في مجال منح القروض لزبائنها إلى مصادر متخصصة موثوق فيها لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب القروض، حيث تقوم مكاتب الائتمان بهذه الخدمة التي تساهم في دعم تمويل المؤسسات الناشئة. طريقة تقاسم المخاطر مع طرف ثالث، ويعتبر ضعف أو انعدام الضمانات من بين أهم المشاكل التي تواجه المؤسسة الناشئة كما تطرقنا له سابقا. ولتجاوز هذه المشكلة، لجأت البنوك إلى التعاون مع أطراف أخرى لتقاسم المخاطر، تتمثل في مؤسسات ضمان القروض، وهذه الأخيرة عبارة عن مؤسسات مالية مهمتها الأساسية منح ضمانات مالية للبنوك التي تقبل تمويل مشاريع اقترحها أصحابها على البنك. التمويل عن طريق استغلال حقوق الملكية الفكرية. مع دخول اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة حيز التنفيذ في معظم بلدان دول العالم، ومع تزايد حدة المنافسة نتيجة للعولمة، فإن هناك توجه عام حول اعتماد المؤسسة مهما كان حجمها على الابتكار من جهة، وعلى وضع الآليات اللازمة لحماية تلك الابتكارات من الاستغلال من طرف الآخرين دون ترخيص. التمويل عن طريق رأس مال المخاطر. إن هدف مؤسسات التمويل عن طريق رأس مال المخاطر ليس توفير التمويل للمؤسسات فقط، وإنما تعد نوعا من مشاركة بها مخاطرة عالية، إذ يعرف على أنه كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة،
تتميز باحتمال نمو قوي، لكنها لا تنطوي في الحال على التيقن بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد، أملا في الحصول على فائض قيمة عالي في المستقبل البعيد نسبيا عند بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوات. التمويل بقرض الإيجار، وهو يعتبر خيارا إضافيا متاحا للمستثمرين لتمويل وتنفيذ مخططاتهم الاستثمارية، وهذا في ظل نقص في الأموال الخاصة من جهة وضعف معدل التمويل الذاتي من جهة أخرى، ويعرف على أنه اتفاق متعاقد بين طرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. المؤجر هو الطرف الذي يحصل على الدفعات الدورية مقابل تقديم الأصل، في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقد على الانتفاع بخدمات الأصل مقابل سداده لأقساط التأجير للمؤجر. أساليب تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل ظروف التأكد. أولاً، أسلوب القيمة الحالية الصافية، وهي الفرق بين التدفقات النقدية المحينة مع التكلفة المبدئية للاستثمار. وفقاً لهذه العلاقة يمكن الخروج بالحالات التالية: NPV أكبر من الصفر، ويعني ذلك أن مجموع التدفقات النقدية السنوية المحينة سيغطي نفقات الاستثمار، وسينتج عن ذلك فائض مالي يتمثل في ربح أو فائض خزينة قدره NPV. وفي هذه الحالة، إذا كنا بصدد تقييم استثمار واحد، فإن الاستثمار مقبول من منظور الجدوى المالية، وإذا كنا بصدد المفاضلة بين مجموعة من البدائل الاستثمارية، فالاستثمار المقبول هو الاستثمار ذو القيمة الحالية الموجبة الأكبر. القيمة الحالية الصافية معدومة، مما يعني أن الاستثمار لم يحقق أي جدوى اقتصادية، ذلك لأن مجموع التحصيلات المالية للاستثمار لا تكفي إلا لتغطية نفقة الاستثمار، وبالتالي فلم يتحقق لا ربح ولا خسارة، ومن ثم فالاستثمار غير مقبول. NPV أقل من الصفر، وهي أسوأ حالة لهذا المؤشر، حيث أن تكلفة الاستثمار أكبر من الإيرادات التي يمكن أن يحققها، وبالتالي فالتقديرات المالية تشير إلى تحقيق خسائر فيما لو اعتمد المشروع، وعليه فالبدائل الاستثمارية ذات القيمة الحالية الصافية السالبة هي استثمارات غير مقبولة. أسلوب مؤشر الربحية. لتفادي القصور في أسلوب القيمة الحالية الصافية، يمكن اللجوء إلى معيار مؤشر الربحية الذي يعرف بأنه حاصل قسمة التدفقات النقدية المحينة على تكلفة الاستثمار، ويحسب بالعلاقة التالية كما هي موضحة. فإذا كانت القيمة الحالية الصافية تقيس الميزة المطلقة لمشروع معين، فإن مؤشر الربحية يقيس الميزة النسبية لهذا المشروع، أي يقيس ربحية كل وحدة نقدية مستثمرة في المشاريع، وبالتالي يمكن المقارنة بين عدة مشاريع حتى لو اختلفت في حجمها. ووفقا لعلاقة مؤشر الربحية يكون القرار كالتالي: يكون المشروع الاستثماري مقبولا إذا كان مؤشر الربحية أكبر من الواحد، يرفض المشروع إذا كان مؤشر الربحية أقل أو يساوي الواحد. إذا تعددت الخيارات الاستثمارية، نختار المشروع ذو مؤشر الربحية الأكبر. أسلوب معدل العائد الداخلي هو ذلك المعدل الذي يحقق المساواة بين القيمة الحالية للتدفق النقدي وتكلفة الاستثمار. والطريقة الشائعة لحساب معدل المردودية الداخلي هي طريقة التجربة والخطأ، ويتم إيجادها باتباع الخطوات التالية: يتم افتراض سعر خصم تقريبي واستخدامه لتقدير صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية للمشروع. يتم جمع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع وطرح الاستثمارات المبدئية من الناتج. فإذا كانت صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع موجبة، معناه العائد أكبر من المعدل الذي تم اختياره، ومن ثم يتم تجربة سعر خصم أكبر، ونعيد حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع عند سعر الخصم الجديد. إذا كانت صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية السالبة، يكون الاعتماد على سعر خصم مرتفع عن معدل المردودية الداخلي المطلوب، فنقوم في هذه الحالة بتجربة سعر خصم أصغر، ونعيد حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع عند المعدل الجديد. يتم الاستمرار في تكرار الخطوات السابقة حتى نصل إلى معدل المردودية الداخلي الذي يجعل مجموع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع عبر عمره الافتراضي مساوية للصفر أو قريبة جدا منه. في معظم الحالات تعتمد هذه الطريقة
على الوصول للوصول إلى سعرين خصم ينتج عن أحدهما قيمة حالية موجبة وينتج عن الآخر صافي قيمة حالية سالبة. والوصول إلى معدل المردودية الداخلي بصورة أكثر دقة يمكن استخدام الصيغة التالية: معدل المردودية الداخلي يساوي سعر الخصم الأدنى زائد الفرق بين سعري الخصم. يتم كذلك الحصول عليه من خلال نقطة تقاطع بيانيا من خلال نقطة تقاطع منحنى القيمة الحالية الصافية مع معدل الخصم. الآن أساليب تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل ظروف المخاطرة واللا تأكد. نجد عن أسلوب معامل الاختلاف، ويعتبر أحد المعايير التي يمكن استعمالها في المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية، ويقاس هذا المعامل بقسمة الانحراف المعياري للاقتراح على القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية للمشروع، وتعطى صيغته بالعلاقة التالية: وكلما كانت قيمة معامل الاختلاف أصغر، كلما كانت درجة الخطر أقل، ويبقى قرار التفضيل في يد المستثمر، وهذا تبعا لمدى استعداده لتحمل الخطر. من مزايا هذا المعيار السهولة في الحساب وإعطاء نتيجة أكثر دقة، فهو معيار مكمل لمعياري القيمة المتوقعة والانحراف المعياري. أما عيوب هذه الطريقة تكمن في استخدام هذا المعامل في حالة عدم تساوي القيمة المتوقعة، بالإضافة إلى ذلك تستخدم في حالة المشاريع الفردية فقط. أسلوب المعامل المؤكد يعتبر أسلوب المعامل المؤكد أحد الأساليب الهامة التي يمكن استخدامها في تقييم نتائج الفرص الاستثمارية في ظل ظروف اللا تأكد. فبالاعتماد على هذا الأسلوب يتعين تعديل التدفقات النقدية المتوقعة لكل فرصة استثمارية، بما يسمح باستيعاب درجة المخاطرة وعدم التأكد، بدلا من تعديل معدل الخصم المستخدم في خصم تيار المنافع والتكاليف المتوقعة. أسلوب محاكاة مونتي كارلو، حيث تهدف المحاكاة إلى بناء وإلى دراسة وبناء نماذج أو برمجيات لتقليد نظام حقيقي قائم أو مزمع إنشاؤه، وذلك بهدف دراسته. وطريقة مونتي كارلو هي عبارة عن محاكاة بواسطة أساليب العينة، أي بعبارة أخرى، بدلا من أخذ عينات من المجتمع، تؤخذ هذه العينات من مجتمع مماثل. وتتضمن الطريقة تحديد التوزيع الاحتمالي للمتغير تحت الدراسة، ومن ثم تؤخذ العينة من هذا التوزيع بواسطة الأعداد العشوائية. ومن هذه الأعداد العشوائية يتم استخراج مجموعة من القيم التي لها نفس خصائص توزيع النظام الذي يرغب في محاكاته. ويمكن استخدام نموذج مونتي كارلو في كثير من المجالات، منها تحديد مستويات المخزون، سياسات الصيانة، تدفق الحركة في المدن، وغيرها من الاستخدامات الأخرى. وفي مجال المشاريع الاستثمارية، يعتبر الهدف الأول من استخدام المحاكاة في عملية تقييم المشروع هو تحديد توزيعات صافي القيمة الحالية للمشروع انطلاقا من المتغيرات التي تؤثر على مردودية المشروع. فهي خوارزمية حسابية مصممة لنمذجة آثار المتغيرات الرئيسية على القيمة الحالية لمقترح معين. ويعود السبب الرئيسي لاستخدام محاكاة مونتي كارلو إلى التحديد الكمي لتوزيع احتمالات مخاطر المشروع الكلية. وبناء على هذا التوزيع يمكن تحديد القيمة المتوقعة من مخاطر المشروع. أسلوب تحليل الحساسية ينصب تحليل الحساسية على قياس أثر التغير في المتغيرات الداخلة في عملية التقييم التي تمثل مدخلات ومخرجات صافي التدفق النقدي طوال العمر الافتراضي للمشروع على معايير التقييم، سواء كانت معدل العائد السنوي، فترة الاسترداد، صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي. وتوجد العديد من الطرق التي تستخدم لإجراء تحليل الحساسية، نذكر منها مخطط العنكبوت، تعتبر من الطرق الحديثة نسبيا، وتستند هذه الطريقة على دراسة تأثير عامل واحد على أحد مقاييس الاستحقاق الاقتصادي، أي صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة. وطريقة مخطط العنكبوت هي عبارة عن مخطط بياني يشبه إلى حد ما شبكة العنكبوت، ويوضح تأثير العوامل المؤثرة على المشروع على أحد معايير تقييم المشروع، والهدف منه هو إعطاء صورة عن الأداء الاقتصادي للمشروع كدالة لعوامل معينة. وفي مخطط العنكبوت هناك طريقتين لقياس حالة اللا تأكد،
في المحور الأفقي يقاس متغير اللا تأكد المتوقع، عادة يقاس اللا تأكد المتوقع بنسبة مئوية، وفي المحور العمودي يقاس تأثير متغير اللا تأكد على مقاييس الاستحقاق الاقتصادي. وهذه الطريقة تعتبر امتداد لطريقة النسب المئوية التي تقيس نسبة معينة للتغير بالزيادة أو النقصان في قيم عناصر المدخلات على مخرجات النموذج، والتي يظهر دورها في التساؤل عن الأثر الذي يحدث إذا ما زادت التكاليف الرأسمالية 10% عن المقدر لها مثلا، أو الأثر الذي يحدث لو أن التدفقات الداخلة تقل 5% عما هو مخطط له سلفا. مؤشر طريقة مؤشر الحساسية. يستخدم مؤشر الحساسية لمعرفة درجة تأثير العنصر المتغير على معيار التقييم، وترتبط درجة المخاطرة بنتيجة المؤشر، فإذا كانت أكثر من الواحد دل ذلك على ارتفاع درجة المخاطرة والعكس بالعكس. الآن دراسة الحالة، قمنا بدراسة حالة حول مشروع دراسة الأعمال وتحقيق برامج الوقاية والمعالجة البيئية، وهو مشروع كائن مقره بولاية قهراز. فوفقا لمعلومات التي تم الحصول عليها من طرف وكالة دعم وتشغيل الشباب لونساج، وجدنا المعلومات التالية: التكلفة الاستثمارية لمشروع إيزيرو كانت 8,851,633.62، بالنسبة لمعدل تكلفة رأس المال إي تساوي 7%. سنوات الاهتلاك القرض البنكي كانت 8 سنوات. أما التدفقات النقدية الصافية فكانت ممثلة في الجدول التالي. بالاعتماد على صافي التدفق النقدي والذي تم احتسابه من خلال علاقة صافي ربح المحاسب زائد الاهتلاك، وهذا طوال مدة القرض اهتلاك القرض والمقدر بثمانية سنوات، كانت الـ NPV 7,608,266.54 دينار جزائري. الـ NPV موجب، بمعنى أن المشروع ذو جدوى مالية، وهذا ما يشجع الوكالة على تمويله. بالنسبة لمؤشر الربحية من خلال العلاقات السابقة وباستخدام برنامج الإكسل، وجدنا EP تساوي 1.67، ويقيس هذا المعيار ربحية كل وحدة نقدية مستثمرة في المشروع. وحسب هذا المشروع، وبما أن مؤشر الربحية أكثر من الواحد، فالمشروع مقبول، بحيث كل وحدة نقدية مستثمرة في المشروع تدر عائد قدره 0.12 دينار. بالنسبة لمعدل العائد الداخلي ERR أيضا باستخدام إكسل والعلاقة السابقة، وجدناه 9,7388%. بما أن معدل العائد الداخلي أكبر من معدل الخصم 5.5%، فالمشروع مقبول. المؤشر الثالث وهي معيار فترة الاسترداد، باستخدام العلاقة السابقة وجدنا فترة الاسترداد 5 سنوات و2 شهر و26 يوم، وبما أن فترة الاسترداد أقصر من الفترة اللازمة لاسترداد قيمة القرض البنكي واللي هي 8 سنوات، فالمشروع مقبول من ناحية الجدوى المالية. أما من خلال تطبيق أسلوب تحليل الحساسية على المشروع، وبالتحديد باستخدام طريقة النسب المئوية، وبافتراض تغير معدل الخصم التكاليف الاستثمارية والتدفقات النقدية بنسب من 10 إلى 100% بخطوات تزايدية وتناقصية، جاءت النتائج موضحة في الجدول الموالي. كذلك باستخدام طريقة شبكة العنكبوت تم الحصول على الشكل التالي. وباستخدام طريقة أسلوب دليل الحساسية كانت النتائج موضحة في الجدول الموالي. إذا من خلال النتائج الموضحة في الجداول، تم التوصل بعد إجراء تحليل الحساسية إلى أن المشروع أو مشروع دراسة الأعمال وتحقيق برامج الوقاية والمعالجة البيئية غير حساس للتغيرات التي يمكن أن تحدث في معدل الخصم. فحتى وإن زاد هذا الأخير بنسبة 100%، فإن ذلك لا يؤثر على ربحية المشروع، وتبقى القيمة الحالية الصافية تحقق نتائج موجبة ومرتفعة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انخفاض، إن لم نقل انعدام المخاطر المرتبطة بالتغيرات التي يمكن أن تحدث على معدل الخصم. وهذا ما يثبته مؤشر الحساسية الذي أخذ قيمة أقل من الواحد الصحيح،
وبالتالي فالتغيرات المحتمل حدوثها على معدل الخصم سوف لن تؤثر على ربحية المشروع. أما عن التكاليف الاستثمارية فالمشروع كان حساسا نسبيا تجاهها، بحيث لو زادت التكاليف الاستثمارية بنسب أكثر من 80% فإن هذا سوف يؤثر على ربحية المشروع وتأخذ بذلك صافي القيمة الحالية قيمة سالبة، وهذا ما يدل على وجود درجة مخاطر مرتبطة بالتكاليف الاستثمارية وأي تغيرات يمكن أن تطرأ عليها، وهذا ما يؤكده مؤشر الحساسية الذي كانت قيمته تفوق الواحد الصحيح، غير أن النتائج كانت مختلفة تماما بالنسبة للتدفقات النقدية، إذ أظهر النتائج أن المشروع حساس جدا للتغيرات التي يمكن أن تحدث على التدفقات النقدية، بحيث لو انخفضت بنسبة أكبر من 40% فربحية المشروع سوف تتأثر سلبا ويحقق المشروع صافي قيمة حالية سالبة، وبالتالي فالمشروع ينطوي على مخاطر مرتفعة مرتبطة بالتقلبات التي يمكن أن تعتري أو تواجه تحقيق التدفقات النقدية، وهذا ما يدعمه مؤشر الحساسية الذي أخذ قيمة مرتفعة. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة في هذه المحاضرة، وشكراً.